طمني يا دكتور، خليك بكانك، دورك ما جاش يا طه. عدت الحمد لله، والطلقة خرجت من دراعه. سيبنا يا دكتور. قل لي، خليك بكانك، كلمني بلسانك. الصندل وصل قبل ميعاده. تحركنا زي الفل وطمنا على الحاجة، واتصلت بالناس عشان يستلموا سلاحهم. واحنا في الطريق لهنا قريب من جبل الخال، طلعوا علينا اجي 20 نفر بالآلي، وخدوا السلاح واختفوا في الجبل تاني. خليك ما عطاها لحد ما اقول لك يروح ميته. اتأخرت يا هبة. طه مات؟ لا يا كريمة، اطمني. لو ما ماتش طه يبقى اتصاب. ما قدرتش اغمض عيوني، كل ما نام اسمع ود اختك بينادم، أقول يمكن اتوحشته، أرجع نام ينادم من تاني. أنا جايلك عشان تشوفيه يا كريمة، ولدك زين الحمد لله. أنا ما شوفش ولدي وعينه مكسورة. دي رصاصة طايشة. يا من بالله ما شوفك يا طه وعينك مكسورة. عاوزني أشوف ولدي؟ هات لي اللي تاخه الأول. أنا جيتك الأول عشان أطمنك، ولو عاوزة تشوفيه أجيبهولي. تجيبهولي عمل بيه ايه؟ خليه يجبر نفسه. ما تخافيشي، هيطيب ان شاء الله. هو انت فاكر ان جرحه في دراعه؟ لا يا ابو هيبه، طه ضربوه بالنار، عاوز يجبر نفسه يطخ اللي كواه. ها مجهز لك لقمه. سلميلي على صباح. بقول لك، عاوز حمار اطلع بيها الجبل. هتلقاها برا البيت. أمانة يا جبل تجبرني ما تخيبنيش، أمانة ألقى في كفك الطلقة وعاك تخبيها. يرضيك يا صاحبي أرجع خايب. يا مرحب بالناس القمه. أنا ما جايش الضايف، أنا جاي في عتاب. عارفين طلبك، بس يا ريت كنا نقدروا عليه. والدختي حد منكم طخه؟ لو حد منينا كنا قلنا، احنا هنخافه؟ دي ارضكم، مين غيركم يضرب فيها نار؟ كانت ارضنا، ما جم ناس وشرفونا. ما عرفناش الجبل صاحب غير ما طريد الناس. اللي طخ طه والدختك من الجماعات يا هيبه. جماعات؟ جماعات؟ ياك عشان المقام؟ مش دول يا هيبة، بتوع المقام دول من عنديكم، لكن اللي طخوا جايين من بعيد. السلاح؟ فهمتنا؟ اللي طخوا كان عايز السلاح، وانا عاوز اللي طخوا. محدش منيهم هنا، هربوا بالسلاح، واخوي واحد منيهم. هربوا لفين يا سبع؟ جبل الحلال في سينا. بيخطفوا السلاح اللي جاي من السودان واللي جاي من ليبيا، وما فيش سلاح سايبينه.
صدق بمين يا شيخ علام؟ ونعم بالله يا هيبة، الناس دي جات لها إخبارية، طول عمري رايح جاي بالسلاح. من ميته، من ميته أبو هيبة بتكفش ويسرقوا منه السلاح. يعوض عليك ربنا يا هيبة. ثلاثة بالله العظيم ما أنت جاي تاخد واجبك الأول وتقوم. يا جابر هات الوكل يا ولد. أمي واد بسم الله يا هيبة. بسم الله. هنطلع من هنا على المطار، أبو هيبة هيسفرك برا. عايز أشوف أمي قبل ما أسافر. أمك ما عاوزاش تشوفك يا طه، دماغها ناشفة، لما ترجع يحلها حلال. عمرها ما حصلت يا ماهر، طالع من الصندل والسلاح بيتحمل، نلاقي طيور جرحى، مش ناس واقفين فوق الشجر ولا خلف الصخور. انسى، انسى الهم ده، فكر في أوروبا. ده أنا لو مكانك أدور على طخك وأجيب له هدية. أنت فاكرني مش هدور عليه؟ برضك هشوفه، عمري ما هنسى جرعته وعنيه. عمي ريح روحك يا طه، اللي طخك جماعات إرهابية سكنت جبل الحلال في سيناء، واللي قال لي وعاني أبعد عن الدور ده لأن فيه ناس تانية بتلعب معاهم. برضك ورحمة أبوي، ما هسيب اللي طخن يا خالي. اللي ما يخافش من ربنا يا ولدي خاف مني. عمتي صباح عاوزك تعدي عليها، زعلانة انك رحت الكريمة وفوتها.